وي قادره دميله راه باش الناس ما تستهترش معناها انت حكايه فيرش عندي تي سخانه اي دميله اعطيني دكتور شويه دواء ما هاش تمشي بالدواء يلزم ميزا بلايز متنظف كان لازم تقاور ادخل ما يساش نكون اغريسيف شويه يعني في بيبي معناها خاطر المريض شد صحيح اللي اعطيني شويه دواء انا مشيت للفارماسيان عطاني دواء هذاك فارماسيان مو هذاك الدواء نتاع صاحبي هذاك صاحبك مش انت راه كل حاله وحالتها بالحق يعني علاش وقت اللي كلمتني واخترت السوجي ورغم ان احنا خدمناه قبل معناها خدمته في حصه اخرى في حياته فهم علاش وافقت لاني عندنا المشكله هذه خذيت دواء وحدي خذيت انتيبيوتيك مشيت للفارماسيان ما هو دواء من المستوصف خلي زيد غدوه والله مشني فاضي والله عندي عرس وقت الناس قاعده تلعب يعني هاني ما ركزتش برشا في العذر وفي الجرح لكن هوني في الدماله ركز ونركز ونركز لاني خسرنا مرضى وماتوا لنا مرضى ربي يرحم ربي يرحم